وصفت بالانتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، فقد شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ أكثر من قرن، ما عكس أهميتها على المستوى الشعبي. بعد أيام بطيئة من الفرز، بدأت فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن تتعاظم ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. لكن فوز بايدن لم يكن خبرا جيدا لأردوغان، فالسياسي الأمريكي المخضرم الذي أصبح وفق الأرقام المعلنة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة لم يفوت فرصة إلا وأعرب عن غضبه وعدم موافقته على نهج أردوغان وسياساته التوسعية. ففي أكتوبر 2019 نشر بايدن مقطعا مصورا على حسابه على تويتر ينتقد فيه تدخل أردوغان شمال سوريا ومحاربته للأكراد، ويصف تركيا بأنها سبب المشكلة في سوريا، ويتوعد أردوغان بأنه سيدفع الثمن. Turkey is the real problem here, and I would be having a real lockdown conversation with Erdogan and letting him know that he's going to pay a heavy price for what he has done. ثم في ديسمبر 2019 في مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز انتقد بايدن أردوغان ووصفه بالمستبد، وتعهد بالعمل مع المعارضة لهزيمته، مرددا عبارة أن أردوغان سيدفع الثمن بسبب سياساته العدوانية. بايدن تحدث أيضا عن التنسيق مع الحلفاء للتصدي لأطماع أردوغان، خصوصا في شرق البحر المتوسط، حيث يسعى الرئيس التركي للتنقيب عن الغاز والنفط في مناطق لا يحق له التواجد بها وفق القانون الدولي، وتحديدا قبالة سواحل اليونان وقبرص. I think it takes an awful lot of work for us to be able to get together with our allies in the region and deal with how we isolate his actions, particularly in the Eastern Mediterranean. يبدو بايدن إذن مدركا لحقيقة أطماع أردوغان، وهو في الوقت نفسه لم يبدي أي تساهل معه، بل هو عازم وفق تصريحاته الواضحة على عدم السماح لأردوغان بالمضي قدما في تحقيق أجندته التوسعية. تبدو مواقف بايدن متسقة مع سياسات الحزب الديمقراطي، والذي يعتبر التحالف مع دول الاتحاد الأوروبي أحد أبرز ثوابته الاستراتيجية، وبالتالي يصبح فوز بايدن خبرا سعيدا في أوروبا، لكنه لن يكون بالخبر الجيد لأردوغان الذي يخوض صراعا مع دول أوروبية تعارض أطماعه. لذلك كان الرئيس التركي يأمر في فوز ترامب وفق مراقبين، خصوصا مع الإشارات التي أرسلها بايدن بمعارضته الواضحة لسياسات أنقرة في ظل حكم العدالة والتنمية. الرئيس التركي لا يرحب كثيرا بمجيء بايدن. السيناريو الأفضل بالنسبة لأنقرة هو فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية. ووفق مراقبين فإن موقف أردوغان سيصبح أضعف مع وجود إدارة أمريكية جديدة لا ترضى عن سياساته، وهو ما يعني أن هناك توترات كثيرة مقبلة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ويقول نحن سندعم المعارضة. من هو بايدن؟ بايدن ربما سيكون رئيس الدولة الأقوى في العالم يا دكتور. نعم، وأنا أتوقع إذا ما جاء سيكون هناك الكثير من التوترات مع تركيا. تحول كابوس أردوغان إذن إلى حقيقة، فمع تدهور علاقاته بأوروبا وبواشنطن نفسها بعد شرائه منظومة الدفاع الروسية، سيتقلص هامش المناورة مع رئيس أمريكي جديد لن يكتفي بالصمت أو الاعتراض أو حتى التصدي لأطماع أنقرة الخارجية، بل يهدد أيضا بالتحرك داخل تركيا نفسها لهزيمة أردوغان.